السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، أرحب بكم ودرس جديد من دروس مقرر الأحياء العامة العملي. درسنا اليوم إن شاء الله بعنوان الأنسجة النباتية، اللي هنستعرض فيه بعض أنواع الأنسجة النباتية وأماكن تواجدها في النبات ووظائفها. طبعا في النباتات الرقية ممكن نميز نوعين من الأنسجة، في أنسجة إنشائية اللي هي الميراستيماتيك تيشوز، وفي الأنسجة المستديمة البيرمننت تيشوز. بالنسبة للأنسجة الإنشائية، طبعا هي أنسجة خلاياها لها القدرة على الانقسام، يعني خلاياها مستمرة ونشطة في الانقسام علشان تعمل عملية زيادة في نمو النبات، سواء نمو طولي للساق أو نمو لأسفل للجذر أو نمو في محيط وعرض الساق وهكذا. طبعا الأنسجة الإنشائية بنشوفها في أماكن النمو أو في مناطق النمو في النباتات، زي السيقان والجذور والكامبيوم الفليني والوعائي، يعني البرعم الطرفي أو القمة النامية للساق، هنا ده عبارة عن نسيج مراستيمي. القمة النامية للجذر من نسيج مراستيمي، وهنا في الكامبيوم الفليني أو الكامبيوم الوعائي هنلاقي في عندنا هنا في الحزم الوعائية أنسجة إنشائية اللي بتعمل انقسام خلاياها على زيادة نمو الساق من ناحية القطر أو المحيط. طيب دلوقتي لما نيجي مثلا نشوف القمة النامية للساق اهي، ونشوف مقطع فيها، هنجد اللي عندنا دي الخلايا اللي هي القمة النامية اللي بتنقسم خلاياها عشان تعمل على نمو الساق لأعلى، طبعا منطقة الاستطالة. طبعا في خلايا بتكون متخصصة في إنشاء الأوراق اللي بيسموها منشئ الأوراق، وفي خلايا منشئة البشرة. كل الخلايا دي نشطة في الانقسام علشان تعطي الأجزاء المختلفة من النبات. في القمة النامية للجذر هنجد إن في عندنا منطقة الاستطالة اللي هي الخلايا بتنقسم وتعطي طول زيادة للجذر إلى أسفل. طبعا في عندنا منشئ البشرة، الخلايا اللي بتنقسم وتعطيني طبقة البشرة، يليها منشئة القشرة، خلايا اللي بتنشئ القشرة، وفي المنتصف هنا في الخلايا منشئة الحزم الوعائية. طبعا في عندنا هنا خلايا منشئة القلنسوة، والقلنسوة دي عبارة عن مجموعة خلايا اللي هي موجودة في طرف القمة النامية للجذر. طبعا القلنسوة دي وظيفتها اللي هي خلايا بتحمي القمة النامية للجذر من التمزق بفعل الاحتكاك بحبيبات التربة. طيب لما نروح للأنسجة المستديمة اللي هو النوع الثاني من الأنسجة النباتية Permanent Tissues، هنجد إن هي خلاياها فقدت القدرة على الانقسام، يعني خلاص خلايا ما عادتش بتنقسم، لأنها بدأت تقوم بوظائف أخرى مثل التخزين، التمثيل الضوئي، التهوية، توصيل الغذاء، الإفراز والتدعيم. كل دي وظائف بدأت الأنسجة المستديمة تقوم بيها، علشان كده هي خلاص فقدت القدرة على الانقسام، هي بتأدي دلوقتي وظيفة أخرى في النبات غير الانقسام وغير النمو. احنا بنقسم الأنسجة دي في المقرر بتاعنا إلى أنسجة أساسية وأنسجة وعائية. الأنسجة الأساسية هنشوف فيها أربع أنواع. أول نوع عندنا اللي هو النسيج البارانشيمي أو البارينكايما. النسيج البارانشيمي خلايا بسيطة تخزينية، لها وظيفة تخزينية، بيوجد في أماكن كثيرة في النبات، السيقان، الجذور، الأوراق، الثمار، نسيج الخشب، اللحاء، يعني تقريبا موجود في معظم أجزاء النبات. طبعا هذا النسيج بيتميز إن خلاياه حية. يعني إيه خلايا حية؟ يعني فيها سيتوبلازم، فيها نوافع، عضيات، يعني خلايا بتقوم بالوظائف الحيوية كاملة. فيها فجوات عصارية كبيرة، يعني كل خلية فيها فجوة عصارية كبيرة. الجدر بتاعت الخلايا دي سلولوزية رقيقة، لا توجد جدر ثانوية، مفيش أي تغلظ أصلا فيها، توجد مسافات بينية بين الخلايا زي ما احنا شايفين كده. طبعا النسيج اللي قدامنا ده هو عبارة عن إيه؟ مثال على الأنسجة البرانشيمية اللي احنا بنسميها برانشيما متساوية الأقطار. خلاياها زي ما احنا شايفين بينها وبين بعضها مسافات بينية، والجدر بتاعتها رقيقة بالشكل ده كده، ده بنسميها برانشيما متساوية الأقطار. النوع الثاني من الأنسجة الأساسية اللي هو النسيج الكولارنشيمي أو الكولارينكايما، أو بساعات بيسموها البرانشيما التمثيلية. طبعا هو نسيج بسيط، الوظيفة بتاعته وظيفة إيه يا شباب؟ تمثيل ضوئي، يعني بيقوم بعملية البناء الضوئي.
طبعا هو موجود دايما في سيقان النباتات العشبية اللي هي السيقان الخضراء، أو في الأفرع الخضراء من السيقان الخشبية، فرع جديد لسه ولونه أخضر، فبتجده موجود فيها اللي هو النسيج الكلورانشيمي. موجود طبعا في النسيج الوسطي في أوراق النباتات زي القطاع اللي قدامنا ده. طبعا خلايا النسيج الكلورانشيمي خلايا حية بتتميز بوجود البلاستيدات الخضراء علشان تقوم بالبناء الضوئي، الجدر بتاعتها جدر ابتدائية رقيقة. طبعا النسيج اللي قدامنا ده نسيج في ورقة من نباتات ذوات الفرقتين، ده النسيج الوسطي. طبعا دي البشرة العليا للورقة ودي البشرة السفلى، وعندنا هنا كل اللي بين البشرتين ده بنسميه النسيج الوسطي. طبعا النسيج الوسطي هنا بيبقى عبارة عن نسيج عمادي اللي هي خلاياه مستطيلة متعامدة على طبقة البشرة اللي هو اللي واخد اللون الأحمر ده، وبعدين بيليه هنا نسيج أسفنجي اللي هي الطبقة اللي تحت دي كلها، وطبعا ده بيبقى خلايا مفككة وبينها مسافات كبيرة علشان تسمح بعملية التهوية وتبادل الغازات اللي هي بتدخل عن طريق الصغور الموجودة في بشرة النبات. طبعا زي احنا شايفين النسيج ده هو النسيج المسؤول عن البناء الضوئي في أوراق النباتات. طيب نروح لمقطع مصور نشاهد فيه بعض الأنسجة النباتية، وبعدين نرجع تاني نكمل الدرس إن شاء الله. الأعزاء الطلاب، المجسم اللي معانا هنا بيوضح لنا الأنسجة الكولارنشيمية أو اللي بيسموها البرانشيما التمثيلية، طبعا هي أحد أنواع الأنسجة الأساسية في النبات، موجودة في بعض أجزاء النبات وخاصة الأفرع الخضراء والسيقان الخضراء والأوراق بتاعت النباتات. طيب هنا النموذج اللي معانا ده بيوضح لنا قطاع في ورقة نبات، وده النسيج الوسطي في الورقة. طبعا زي احنا شايفين هنا النسيج الوسطي بينقسم الى نوعين من الخلايا، في خلايا عمادية اللي هي بتكون موجودة تحت بشرة النبات مباشرة او تحت بشرة الورقة، وفي عندنا النسيج الاسفنجي اللي موجود تحت ده. طبعا سواء كان النسيج العمادي او النسيج الاسفنجي الاتنين بيقوموا بعملية البناء الضوئي.